هذا ننتقل إلى الملف العالمي ولنرى آخر تطورات ومستجدات في الملف العالمي والعالم العربي. نشر على صحيفة لا جورنال دو ديمونشي الفرنسية، وقد نشرت تقريرا حول أسباب فشل جهود الوساطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. قالت فيه أن الخطوة التي اتخذها دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلى جانب الانحياز المتزايد إلى إسرائيل هي التي أفشلت جهود الإدارة الأمريكية التي باتت تسعى لفرض خطة السلام بالإكراه على الجانب الفلسطيني. وفي وكالة الأناضول ريكات الولايات المتحدة نفذت 70% من صفقة القرن من خلال الاعتراف في القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها إلى جانب قطع المساعدات لعن الأنروا وفق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي القدس العربي مواجهات في الضفة رفضاً للاستيطان ومخططات صفقة القرن توقع إصابات وقوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات. وفي صحيفة الدستور عريقات لا تشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أي مقترح للسلام. وفي وكالة رويترز الرئيس الفلسطيني يحذر من مخططات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى. ذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مخططات إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، وأضاف في بداية اجتماع للجنة تنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمكتبه في رام الله أن هناك قضية المسجد الأقصى، حيث أن إسرائيل ربما ستقرر وهناك أدلة كثيرة على ذلك بأن يكون هناك صلوات مسموح بها لليهود في المسجد الأقصى كالمسلمين، وهذا يعني أنهم يسعون لتكرار تجربة المسجد الإبراهيمي الشريف. وفي فرانس 24 واشنطن توقف مزيداً من المساعدات للفلسطينيين وتطالب السفير بالرحيل فوراً في إطار مواصلة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ضغوطها على الفلسطينيين لإرغامهم على التفاوض على خطة السلام التي تقترحها. أوقفت واشنطن الأحد مساعدات إضافية للفلسطينيين كانت مخصصة لبرامج تدعم التوصل إلى حل النزاع مع إسرائيل. وفي روسيا اليوم موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط إيل-20. حمل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في تل أفيف المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية إيل-20 قبالة الساحل السوري. وقال شويغو رغم الترتيبات القائمة مع إسرائيل لمنع وقوع الحوادث جرى إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها. وفي القدس العربي بوتين يتجنب التصعيد مع إسرائيل بعد سقوط طائرة حربية ومقتل 15 من جنوده. خفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حدة موقف روسيا من تحطم طائرة عسكرية روسية قبالة الساحل السوري بعد أن ألقى الجيش الروسي باللوم على إسرائيل. وأخيرا في صحيفة الشرق الأوسط المخابرات الإسرائيلية تتهم حماس بتصعيد المسيرات للضغط من أجل التهدئة. في تقرير جرى تسريبه للإعلام العبري ادعى جهاز الشباك أن حركة حماس قررت تصعيد المسيرات الأسبوعية الاحتجاجية قرب الحدود للضغط على إسرائيل لكي تعود إلى مفاوضات التهدئة معها. إذن مشاهدينا كان هذا أبرز وأهم العناوين الحصيلة هذا الأسبوع من الأحداث العالمية والعالم العربي، وبهذا نطوي حلقة اليوم من برنامج مطر الصحافة. لقاءنا يتجدد غدا في نفس الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.